استاذ سمير ديلو، احنا في المباشر وحصاد 24 مشاهد على الاقل بنسبه محترمه من الساده المحامين والقضاة، وخلينا نناقش معك وانت عضو هيئه الدفاع وانت وزير سابق وفي حكومه سابق نناقش قانون. في علم القانون الجنائي الدولي وفي التشريعات المقارنه القاعده الاصوليه لا يمكن التوسع في تاويل النص الجزائي الا بقيود وشروط، والمبدأ دائما هو التأويل الضيق، ولا يمكن التأويل ولا الاجتهاد خارج حدود النص. يجب الالتزام حرفيا بمضمون مقتضيات النص الجزائي بما لا يعكر حالة المتهم. لكن خلينا نناقش قانوننا على الأقل فرصة نفركه هالرومانة. شنو اللي يحمي الزميل الصحفي؟ خاطر احنا عندنا المرسوم 115 نسوقوا فيه وكأنه صحيح فيه يعني نقاط وفصول تقول افتحنا الاندلس، لكن فيه مطبات حقيقيه تجعل القاضي الملتزم بتطبيق النص الحرفي يحول المرسوم 115 عباره بيت بدون ابواب بدون نوافذ. انت تعرف المجله الجزائيه ويمشي الفصل 91 ويمشي بوضوح. صالح عطيه تو نجو الى توظيف السلطه، وربما وهذا نحكي فيه ربما اكثر مع الصحفيين، نحكي معك انت كمحامي كعضو هيئه الدفاع وكوزير سابق للعداله الانتقاليه، لانه للاسف الشديد على الصوره هذه وهذه نقول حقيقه مدمره. اذا تواصل هذا النسق سيكون الصحفيون اكبر ضحايا هذا المرسوم، وعلى النسق اللي نشوف فيه الان من تجاوز الحريات الامر لا يبشر بخير. مش ربحنا بالقانون وبالدستور، عفوا بالقانون وبالمرسوم. هو جبد موضوع العسكر، يعني من منطق الشكل خليني طالما الطرف الاخر مش موجود ونجو صالح عندنا زميل الدفع عليه، انت كمحامي. هو حكى على انه اطراف من العسكر تواصلوا مع الطبيب وغيره وراه ثم امر فوقي وهم رفضوا. قاضي كي يقرا المجله الجزائيه القاضي يحكم بالنص اللي عنده، يقول لك ايش يقول في هذا ويعاقب بالسجن كذا كذا. اللي يهم كل حاجه تمس او الاحترام بالواجب لهم او انتقاد اعمال القياده العامه او المسؤولين عن اعمال الجيش، ثم باب يدخل منه القاضي وثم مش باب في الحاله هذه. خليك من عاطفه مش للنص. مانيش قاضي، انا صحافي وفرصه لنناقش المطبات اللي بقينا فيها 10 سنوات وما زالوا الصحفيين ما جبش. انا غدوه نكون ضحيه ربما. لا، الجواب سي حسين واضح وبديهي، ما كنت باش نخيب ظنك لانه مش ندخل في التاويلات والقراءه يعني القانونيه، لانه المشكله مش غادي. المرسوم 115 كما اي نص قانوني قابل للتحسين وقابل للتجويد وقابل للتعديل، ولذلك ما يبقاش مرسوم يولي قانون، ولكن المشكله مش غالية. ايضا علاش نحن نبقاو في المرسوم؟ الدستور بحد ذاته يحمي الحقوق والحريات ويحمي حقوق الحق في التعبير، وحتى اذا كان القانون يقيد الحريه ديما في الدستور التقييد مشروط انه ما يمسش من جوهر الحريه. ايضا اختصاص المحاكم العسكريه واضح بالدستور، وحتى اذا كان المجالس متعاقبه بعد الدستور ما عملتش القانون اللي نص عليه الدستور اللي نظم اختصاص القضاء العسكري، فانه الاعمال التحضيريه والتمشي واضح انه القضاء العسكري مختص بالجرائم العسكريه. اذا المساله كلها مساله عندها علاقه بالسلطه الحاكمه وبارادتها. وقت اللي عزيز وقت اللي سيادتك تقدم شكوى تنجم تاخذ اسابيع واشهر، ولكن لو انت تقول تو كلمه في رئيس الجمهوريه تو تتحل محكمه بعد ساعه ولا بعد نص ساعه في الليل، ويتم احاله المعني بالامر موقوفا. تذكروا زميلكم عامر عياد على فيما عرف بقضيه احمد مطر، قضيه القصيده، كل الاجراءات تمت في ساعة متأخرة من الليل، وتحلت المحكمة العسكرية وتمت المداهمة وإلى الاختبارات وإلى غير ذلك. إذا مسألة إرادة سياسية، الإرادة السياسية حاليا واضحة لا غبار عليها. أستاذ سمير ديلو، تخويف المعارضين اعذرني تخويف بهم
اعذرني هي تخويف الاعلاميين وتخويف بهم، وحتى التهم للاسف الشديد مش تخلينا مش تخلينا محاكمات كما هكا وتهم المواجهه على محل سخريه وتندر امام العالم، لانه مش نحن، انا متاكد انه حتى القضاه اللي يتعادوا بالملفات هذه يعرفوا جيدا انه التهم هذه ما عندها حتى علاقه بالوقائع. كيفاش تآمر يتم في التلفزه؟ كيفاش الاعتداء على هيئه الدوله ولا حتى السكان على مهاجمه بعضهم بعضا باستعمال السلاح يكون من خلال تصريح اعلامي؟ استاذ سمير شخص وحيد يتآمر، والمعروف انه المؤامره تعني التقاء ايرادات والتخطيط واعداد الوسائل. كيفاش المس من سمعه الجيش وحث المرؤوسين على عدم اطاعه اوامر رؤسائهم، والحال انه الكلام اللي قاله انا ما عرفش صحيح ولا غلط، مش دوري انا مش نقول صحيح ولا غلط، ثم جزء منه الجزء الاخير نفاتوا الجهه المعنيه به، نفاه امين عام اتحاد الشغل قادره والجيش ما اتصلش بنا، ولكن الجزء اللي قبل ما انا لا نجم لا ننفي لا 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 ناكد الا اذا كان جهه رسميه يخرج بيان على وزاره الدفاع ولا الجهه الرسميه تقول لك لا ماذا ما صارش، ولكن هذا ما ما ما, ما تاكدش صحيح قضايا حساسه وكذا، ولكن انا مش دوري، فقط اللي نقوله انه البلاد هذه فيها كما فيها قواعد سير، كما فيها قانون بتاع طرقات، الانسان يعرف وقتاش يقف، يعرف وقتاش عنده اولويه، ثم ايضا قوانين تنظم حريه التعبير، الانسان ما عندوش حق يكذب الغير، ما عندوش الحق يقول اخبار كاذبه، ولكن القانون اللي حدد العقوبات وحدد الجرائم هو اللي حدد الاختصاص. استاذ سمير القانون ما يقولش انه الصحافي يتحاكم قدام المحكمه العسكريه. القانون اسمح لي يا استاذ سمير وقت نعم ارجو تكون في استماع. القانون ما هو شو القانون باش يفهموا المشاهدين، احنا كصحافيين ثم مرسوم ينظم العمل نتاع الصحافيين، هو المرسوم 115. المرسوم نذكر المشاهدين، المرسوم هذا نتاع 115 من عام 2011 في عهد حكومه الباجي قايد سبسي، من وقتها لم ينقح. المرسوم في الفصل الاول يعطيك الحق في حريه التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي، الحقوق المدنيه والسياسيه وبقيه المواثيق الدوليه ذات العلاقه، ولكن يجيك في مطه يقول لك انت شرط، اعمل شرط، قيد هذه الحريه، قيد هذه الحريه ان تكون الغايه منه تحقيق مصلحه مشروعه تتمثل في احترام حقوق كرامه الاخرين او حفظ النظام العام. من هنا هالنظام العام هذا هو اللي خلى الصحفيين الان ضحيه اي اجتهاد بسيط. سؤالي ما الذي، انت تحكي على الاراده السياسيه، ما الذي منع ثلاثه رؤساء، شكون الرئيس الاول؟ المرزوقي، دكتور مرزوقي هو الرئيس السابق لحقوق الانسان، واللي بعده الباجي خالد السبسي، واللي بعده من بعده الوزير سامحني محمد الوزير اللي شد بعد الباجي خالد السبسي المحامي رئيس الجمهوريه محمد الناصر، محمد الناصر، محمد الناصر، لا لا محمد محمد الناصر. شنو هو اللي منحهم؟ انتم هاكم نقحوا هو المجله العسكريه، العقوبات العسكريه ما تنقحت في 2011 زادوها ولا؟ علاش ما نقحتوش؟ جيتوا في المجله العسكريه قلتوا راهو يستثنى الصحفي، انتم في العداله الانتقاليه شو منعكم؟ علاش في 2018 اسمح لي، علاش في 2018 كيف حبيتوا تحاوروا مشيتوا باش تناقشوا وتوخرتوا؟ ما هو الباب مفتوح، احنا اليوم ضحايا صح ولا؟ ما هو شوف يا سي حسين، وقت اللي يقع حادث العاملات الفلاحيات في تونس الناس الكل يولي يحكيوا عليه والاعلام الكل يولي يحكي عليه ويقولوا علاش ما بدلتوش القانون نتاعه، وقت تصير كارثه صحيه نفس الشيء، وقت اللي نبقاو سنوات ما ثماش حمله على الاعلاميين معنا قضايا معزوله الناس ما تشوفش الاولويه الاصلاح، ولكن تويكا وقت اللي صار الهجمه هذه الناس الكل باش تولي تحكي نفس الشيء. فقط انا نقول لك بالاضافه لاختصاص ثم قضيه التناسب، وهذه ما تحتاج تكوين قانوني وما تحتاج انه يكون انسان مختص بالقانون. صباح اليوم الفريق التونسي كره القدم لعب مع اليابان، تصوروا لو المدافع الياباني اللي اسقط اللاعب التونسي الخنيسي في منطقه الجزاء في عود اللي يتعطى ضرب جزاء تونس ولا ورقه حمراء في اقصى الحالات، نعم لو كان حال على القضاء العسكري الناس باش تضحك باش تقول شنو هي المسخره دي. يعني كيف تصور صحفي بقطع نظر على الكلام اللي قاله، والمره هذه قال كلام اللي البعض
قال انه في قضايا حساسه، ولكن قبله وثم اعلامي قرا قصيده اتحال على القضاء العسكري. يعني واضح انه العمليه عمليه سياسيه ما عندهاش علاقه بمدلول النصوص ولا بتاويل النصوص ولا بانه نص تعدل ولا ما تعدلش. حتى لو جاء النص صريح يا اخي اكثر شيء صراحه من الفصل 80 وقت ثم اراده سياسيه لخرقه، ولا الفصل 80 ما عادش يقول هذا البرلمان يبقى في حاله انعقادات، انه البرلمان اذا كان ينعقد عن بعد نوابه يوليوا عملوا اعتداء مقصود به تبديل هيئه الدوله. اذا معناها باش نقول لك سي حسين في الاخير، حاليا النصوص القانونيه هي نصوص لسلامه ظاهره الاجراءات لا اكثر ولا اقل، ولكن اللي قاعد يحاكم الصحفيين هي الاراده السياسيه، هي الاراده السياسيه اللي قاعده تكتب في دستور حتى واحد ما كلفها باش تكتبه. لا ترشح الرئيس باش يكتب دستور، ولا الفصل 80 يقول انه يكتب دستور، ولا حتى الامر 117 اللي حطه هو بيده يقول يكتب دستور من جديد، يقول الاصلاحات السياسيه والتعديلات. اذا كيف كيف غدوه اذا كان تبقى الوضعيه كما هي، كما الرئيس ينجم يعفي القاضي اللي ما يطبقش تعليمات السيده وزيره العدل وزيره الفصل 23، كما ايضا الصحافي اللي لسانه طويل ولا اللي ما يسمعش الكلام ينجم يحرق ضوء احمر في الطريق يلقى روحه قدام القاضي العسكري، مش لازم يعمل تصريح في فضائيه اجنبيه. نعم.